أهلا بكم. لقد يتخيله أكثر الناس، فإن إنتاج البيوغاز ليس اختراعا جديدا، حيث أن إنتاج الغاز من المخلفات أو من النفايات العضوية يعود إلى أكثر من 200 عام. فقد قام عالم إيطالي بالاستفادة من غاز المستنقعات، ولكن محاولة إنتاج الغاز من روث الحيوانات تمت قبل حوالي 130 عام على يد الكيميائي الفرنسي لويس باستور الذي اخترع عملية الباسترة. ولكن أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي أدت إلى ما يسمى بالبيوغاز بوم، حيث لقيت فكرة البيوغاز رواجا عالميا لم تكن قد حظيت به من قبل. منذ ذلك الحين والشعوب تتفنن في استخدام بقايا الطعام والنفايات العضوية في إنتاج البيوغاز، حتى إن بعض الإحصائيات تشير إلى وجود مليوني وحدة إنتاج بيوغاز منزلي في الهند وحدها، أما في الصين فهناك 25 مليون وحدة. بينما وللأسف في العالم العربي لا زالت الفكرة لم تنتشر كما يجب، ولكنها تستخدم في سوريا ومصر وفلسطين. كما سنرى في التقرير أن فكرة إنتاج البيوغاز من المخلفات العضوية موجودة في العالم العربي، فهنالك تجارب للاستفادة من هذه التقنية في الأردن، كما أن جامعة النجاح في نابلس قامت بتوزيع أكثر من 200 وحدة في داخل فلسطين. كما أنه يشير إلى أنه شاهد حوالي 40 وحدة من وحدات بيوغاز الغاز الحيواني في بعض المزارع في منطقة السويداء في سوريا، وأن كل بقرة يمكنها أن تنتج جرة غاز، حيث إن 100 بقرة يمكن أن تنتج 100 جرة. إن إنتاج الغاز الحيواني من الروث سبب ارتفاع أسعار الغاز والمازوت. تقدر كمية الغاز بحوالي أنبوبتين من أنابيب البيوغاز شهريا إذا كان لدى الفلاح 3 رؤوس من الماشية، وهي أقل كمية من الماشية يجب أن تتوفر كي يصبح الاستثمار ناجحا، والذي يمكن أن يصل إلى حوالي 1500 جنيه مصري. ثم بعدها يمكن للفلاح أن يستفيد من البيوغاز بشكل متواصل، كما يمكن لهذه الكمية أن تزيد إذا ما زاد عدد الماشية وكبر حجم الحاضن الحيواني. بحسب الدراسة فإن بقايا الطعام أنتجت أكبر كمية من الغاز الحيوي مقارنة بروث الحيوانات وقش القمح الذي يعتبر مصدرا سيئا للغاز الحيوي. وبالنسبة لروث الحيوانات فإن روث الدجاج هو الأفضل، ثم يأتي روث الأغنام والماعز في الدرجة الثانية، وأخيرا روث البقر. وبحسب الدراسة فإنه من المتوقع أن العائلة الريفية الفلسطينية سوف توفر شهريا 23 دينارا أردنيا نتيجة استخدام الغاز الحيواني بدلا من الغاز الطبيعي. واستخدام المادة العضوية المهضومة كسماد عضوي فيما لو أقامت مشروع غاز حيوي حجم 9 متر مكعب. هذا النظام يمكن أن يحتوي على 25 طنا من النفايات العضوية كبقايا الطعام كل عام. في هذه الكمية الضخمة يمكن إنتاج 20,000 لتر من السماد و 37 ميجاوات ساعي من الطاقة، بالإضافة إلى 61.2 كيلوغرام من النفايات للنظام كل ساعة. يمكن للمستخدم أن يربح 2.5 كيلووات من الطاقة الكهربائية.